لسنا في نظام رئاسي. في خطيئة ارتكبت، والخطيئة بتعرف شو حساباتها يعني. فالاعتذار من اللبنانيين عما حصل، وهذا بداية لحل الأمور وإعادة الأمور إلى نصابها. رئيس مجلس النواب بيقدر يحجب الثقة عنه كوزير؟ هي مواقف نارية شهدتها البلاد مدة لا تقل عن 3 أيام متواصلة، مواقف غزت لبنان واشتدت حدتها إلى حدود دفعت معها بعض الأطراف إلى التخوف من عودة الحرب الأهلية. هيدا بلطجة، هيدا مش رئيس مجلس نواب. تصريح سرعان ما أعاد مشهد خطوط التماس والانقسام الطائفي الحاد، رافقه تصعيد ليس له مثيل. تخوف الأمس محيت آثاره اليوم، هكذا بسحر ساحر انتهى الخلاف. ثمة وسيط دخل على خطوط المصالحة، من؟ كيف؟ ولماذا؟ طبيعي اليوم القيادات السياسية تنتبه أنه العدو هونيك، أن إحنا مش أعداء بعضنا لنكسر بيوت بعضنا وننزل نستفز بعضنا ونخوف بعضنا يعني. أكيد حزب الله هو صاحب المصلحة الوطنية الكبرى اليوم بلبنان، أنه يضل في استقرار وأنه تتوحد القوى بوجه العدو. حتى بين مزدوجين للرئيس سعد الحريري، هو قيادة سياسية عم تلعب دور تاريخي بالدفاع عن الاستقرار. اللواء إبراهيم لعب دور أساسي من وقت اللي انفجرت، لأنه اللي صار مش قصة رماني، قصة قلوب مليانة يعني. أنه من قصة المرسوم لليوم، طبعا اللواء إبراهيم كان عنده جولات مكوكية، ما بعرف إذا تعبه رح يسمر لأنه لحد هلأ ما أسمر، بس أنه أكيد كان له دور بوقتها. بين تدخل حزب الله راعي المصالحة وإن باطنياً وعودة رئيس الحكومة إلى لبنان والتدخل من باب الرئاسة الأولى، كثر الوسطاء، ولكن ثمة وسيط حل الأزمة من دون علم منه. هو الوسيط الأقوى وإن كان غير مكلف. اللي دقلنا الجرس قالنا يا لبنانية فيقوا حاج هيشين على بعضكم، عفوا على الكلمة، هو العدو الإسرائيلي. طبعا لما بيجي ليبرمان بنص دين هاي الحفلة، بكل إسرائيل عندها هدف واحد، هي بعد ما سرقت أرضك تسرق ثرواتك وتسرق دورك بالمنطقة. يجي يقول لهم أنه في البلوك 9 ما تحلموا فيه، بعتقد أنه هو الجرس الرمزي اللي إذا بعد في شوية ضمير وطني عند القيادات السياسية بلبنان، إيه فاقوا، كان في نوع من الصحوة الوطنية من وراء ليبرمان، طبعا بالمعنى المجازي ليبرمان أكيد. إن كانت بعض الوساطات هادفة ومقصودة، فمن غير قصد أشعل من جديد ليبرمان فتيل حب الوطن. وما فرقه تصريح باسيل جمعته قطعة جبن نفطية في عمق البحار. لعل سعد، قناة الجديد.